أما هلأ هذه رح نروح لفقرتنا الأخيرة، واليوم رح نحكي عن مرض التوحد. معروف أنه مرض التوحد هو أحد الأمراض أو الاضطرابات العصبية اللي بتؤدي لمشاكل نمائية وتطورية عند طبعا الشخص المصاب، وفي كتير مشاكل حيرت العلماء بمرض التوحد، حتى أنه البعض بدأ يعمل دراسات على علاقة الغذاء والتغذية الصحيحة بمرض التوحد. صحيح سلمى، وحسب دراسات طبية تبين أنه موضوع علاج التوحد بالغذاء وتغذية مرضى التوحد، وأكيد الحمية إلى كتير دور خاص وكبير بعلاج مرض التوحد، وكان في نتائج إيجابية على هذا الموضوع. لنتعرف أكثر عن علاقة التوحد بالغذاء ودور الغذاء بالشفاء، معنا أخصائية التغذية رغداء جبري. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني السؤال هيك بيطرح نفسه، معقول التغذية أو الغذاء يكون لها علاقة بعلاج مرض التوحد؟ لنعرف أساس المرض هو مرض مناعي، يعني مناعي مؤثر على الجهاز العصبي، لهيك أنا بدي أشتغل على المناعة، المناعة وقت بدي أرفعها بدي هو الغذاء الأول. التوحد هو ترسب المعادن الثقيلة بالجسم، له أسباب كتير، يعني في كتير علماء يعني صار جدل كتير عليها، بس هو يعني الملخص إنه الزئبق والألمنيوم عندهم ترسب ما بيطرحه الجسم عند هذا الطفل. أسبابه ممكن تكون المبيدات الحشرية، حشوات الأسنان. هلا عالميا اللقاحات انسحبت منها ماده الزئبق لانه هي فعلا مضره للاجسام، ممكن تسبب لبعدين مشاكل المواد الكيماويه اللي بمعجون الاسنان او بالشامبويات او مستحضرات التجميل. فهي الاسباب يعني نحن بقدر الامكان نحاول انه نبعد فيها خلال ما قبل الحمل وفتره الحمل، وممكن انه لا هي مثل سلسله جينيه اتطورت عند الطفل. نجي بقى هلا انه علاقه الغذاء، نحن بما انه هو مرض مناعي اتفقنا انه هو مرض مناعي، فانا بدي نظف الجسم من هاي السموم، يعني بدي طلع هاي الزئبق والالمنيوم نطلعهم من الجسم حتى تشتغل صح. يعني انا الطفل عم ياكل ما عم يوصل الغذاء صح، حمض المعده بيكون منخفض عنده، ما عم يوصل للسياله العصبيه، تلاقي طفل التوحد هو ما له فهمان هو وين، يعني هن أذكياء جدا بنفس الوقت هن يعني مثل غباش عندهم انه نح انا وين او شو عم بيصير معي، كثير بحاجه عطف، بحاجه انه انا افهم عليه، كثير بخاف من الاصوات العاليه او حدا يخان او حدا يتواصل معه. هلا نحن دائما بنتجه للاسلوب الثاني اللي هو النشاطات اللي بمارسها مع الطفل او المراكز الخاصه لاطفال التوحد، هي كثير صح، بس بالاول انا بدي خليه يعني من جوا صح لحتى يستوعب علي شو عم بيصير بهي التعديل السلوك او النشاطات الثانيه اللي بيساووا له اياها بالمراكز. فنحن المبدا الاول اني انا بدي اخلص الطفل من هي السموم. تمام، ذكرتي بالمقدمه انه التوحد هو مرض عصبي وعرفتي بشكل عام، طب اليوم انا ايمت بعرف انه الطفل مصاب بالتوحد؟ شو هي الاعراض الاسباب يلي ممكن تظهر على الشخص لحتى نعرف انه هو مريض بالتوحد؟ غالبا النطق لو كان موجود جزء بسيط قبل السنتين بعد السنتين بيختفي، لانه كل ما المعادن الثقيله هي عم تترسب عنده السياله العصبيه ما لها شغاله صح، فبتلاقي النطق عنده صعب او معدوم كثير الحركه، بس هي الحركه في بدنا نفرق بين فرط نشاط حركي او هو توحد. الفرط الحركه مع تكرار الحركه، يعني ممكن انه يضل عم بيدور او يرفرف او في صوت معين يظهره، عصبي جدا جدا لانه هو ما عم يعرف لا يوصل الفكره ولا يفهم انه شو انا بدي شو انت بدك مني. فلهيك بتلاقيه عصبي كثير، النطق عنده مو صح، تكرار الحركه، في عنده مشاكل هضمية، ممكن تكون إمساك، ممكن تقول تكون روائح غريبة جدا ممكن يتعرض لها بسبب هاي التراكمات اللي بالأمعاء أو بالجسم بكل من الزئبق والألمنيوم. هلا كيف أنا بدي خلص هذا الطفل من الزئبق والألمنيوم؟ بدي أمشي معه أني أنا بعد عن المواد الحافظة تماما، بعد عن السكريات، يعني نرجع نكرر دائما انه هو السكر كثير شيء ضار. السكر بالنسبه لطفل التوحد وفرط النشاط الحركي كمان كثير ضار، لانه هو حيزيد له العصبيه عنده. نكتر له من الدهون الصحيه،
للدهون الصحية، خلينا احنا بعدنا عنه السكريات، فهو غذاء الدماغ حيكون الدهون الصحية. بدنا ندخل له مثلا الخضار كتير، وخصوصي اللي لونه أخضر داكن. ممكن كتير أمهات تقولك أنا ابني ما بيحب لأكل لا خضرة ولا فواكه، طب أنا شلون بدي أوصل له المعادن الجيدة، بدي أوصل له الفيتامينات؟ أنا ممكن أخلط له إياهم على الخلاط، يعني أعمل أي خديعة أني أنا أوصل هاي المواد بس أنه ياخدها. طيب بيختلف العمر ايضا بالحميه الغذائيه، يعني بالتعامل مع طفل التوحد بشكل عام، هل في اعمار معينه لازم اصلا يكون بعض مثل ما بنقول انواع الاغذيه موجوده لتغذيه الجسم بطريقه سليمه؟ فطبعا تختلف ايضا بعمر الطفل اللي بلشنا معه. نحن مجرد ما عرفنا انه هو طفل توحد او طيف توحد نحن حنبلش بالحميه، حتى لو عمره سنتين او ثلاثه. ووقت عم بيصير خلينا نسميها نظام غذائي وليس حميه، يعني انه نحن ما بدنا نحمي عن شيء، لا عم نعمل نظام غذائي لانه ممكن يستمر معه طول عمره لحتى نحن نضل محافظين على هذا الجسم. وممكن اني انا يعني هي الحميه القاسيه اللي فينا نقولها اني بعده عن الجلوتين من منتجات القمح نهائيا، بعده عن الكازيين، موجود بمنتجات البقريه حتى، يعني انا مو مشكلتي اللاكتوز معه، مشكلتي الكازيين، فانا بدي ابعده عن المنتجات البقريه. فبقولوا لي شو صفي ناخذ؟ فنحن ممكن البديل عنه، لانه بدي عوضه، يعني الطفل بده كالسيوم، بده كثير امور بدي عوضه فيها، انا ممكن ادخله اذا وجد كثير ممتاز حليب الجمل. حليب الجمل ممكن اعمل له منه الالبان والاجبان وهي اللي ممكن ياخذها. اذا ما تواجد حليب الجمل يعني صعب حسب البيئه المحيطه اللي عندنا نحن صعب شوي، ممكن حليب الماعز، يعني هدول خاليين من اللاكتيز. أما بس يمكن الطفل ما يتقبله الكازيين هون بهي الحاله، كيف ممكن يعود؟ بدنا نحاول نخدعه، يعني ممكن نضيف له كاكاو خام، ممكن نضيف له يعني اي نكهه هو بيفضلها بس تكون صحيه اني انا احاول ادخل له اياها. ممكن اعمل له كوكتيلات، يعني الحليب حط له معه موز، او حط له معه اليقطين، على فكره اليقطين العسلي اللي بيجي مدور من جوا لونه اورانج تقريبا، هذا كثير ممتاز، يعني في معادن كثير حلوه، في يعني الكالسيوم حيعوضه، حتى السكريات الصحيحه حياخذها منها، النشويات الصحيحه حياخذها منها، فنحن بنكتفي فيه عن النشويات الثانيه، من بعده قد ما فينا عن القمح. طب شو بده ياخذ هذا الطفل بدال الخبز؟ نحن ممكن نعطيه خبز الذرة. خبز الذرة ممكن، في ناس كثير عن جد، في انا بعرف اهالي عن جد وصلت انه هي تخبز بالبيت وتساوي لطفلها مشان انه، وبالنهايه كمان حنرجع نقول الطفل شايف اهله عم ياكلوا مستحيل ينحموا ما ياكل، يعني فهو البيت كله عنده استنفار، بده يكون انه انا خلص الممنوعات ممنوعات ما حنقرب عليهم. الفواكه حناخذها بس ما حناخذها بشكل مفرط كمان، لانه هي بالنهايه سكريات ونحن ما بدنا نخليه يكون عصبي. في اطفال مثلا بتكون ما عندها كثير ما بتنام كثير، فممكن انا اتحايل عليهم اني اعطيهم ادهن المخده او شوي على رقبتهم او ايدهم زيت الخزامه، هو كثير بيريح الاعصاب وبيهديها، فممكن انه يرتاحوا عليها، يريحوا الاهل شوي بفتره النوم. الضوء يعني خلي ضوء الغرفه ما في ضوء وقت النوم، وندهن زيت الخزامه، نحاول قد ما فينا نشربه مثلا ممكن نعنع، المشروبات هي الصحيه نشربه اياها، فهو شوي يسترخي. فنحن نركز كثير على موضوع اني انا ما ادخله البان واجبان من مصادر بقريه، ناخذها من الماعز او الابل. على فكره في دول الخليج حتى عملوها على شكل بودره او على شكل مبستر، حليب الجمل كثير في فوائد. لانه بنيجي مثلا على الخبز، حكينا نحن ممكن نستبدله بخبز الذره، او نعود الطفل انه هو ما ياكل بالخبز نهائيا، ياخذ بالخس ممكن ياكل. نحن بدنا ننظف هذا الجسم، فنحن وقت كل شيء صحي عم فوته ما في مواد حافظه، في عندنا شركه على فكره هي تقريبا الوحيده اللي بتصنع منتجات للداء الزلاقي ولا لهي الامراض، خاليه من الجلوتين، خاليه من اللاكتوز، خاليه يعني متخصصه بهذا المجال، وهي فعلا جيده جدا. عندهم خبز ذره، عندهم طحين الذره، بيكون فعلا ماله مخلوط او ماله يعني حتى
خلص موثوقه 100%. المواد الحافظه يعني مثلا رب البندوره لهي الدرجه انا بدي اكون دقيقه. اي منتج حيكون فيه مواد حافظه، لا انا يا بدي ساويه على ايدي يا بدي اشوف شركه فعلا هي ما عندها مواد حافظه. تمام. بالنسبه للملونات حتى اللي مثلا بنشوف السكاكر او هيك فيها ملونات، هذا طفل التوحد بعيد تماما عن هذا الحكي. بالنسبه للاطعمه اللي حضرتك ذكرتي انه بتاثر على حركه ونشاط الطفل، يعني اليوم مثلا ايمت ممكن يتوقف الطفل عن الاكل بالليل؟ في فتره معينه، في نوع معين من الاكل ما لازم انه يتوجهوا له بالليل؟ لازم الاهل ينتبهوا على هذا الموضوع؟ اجمالا بالليل ما لازم يصير في اكل لاكبر ولا صغار، يعني نحاول قد ما فينا يكون كثير خفيف خصوصا لمرض التوحد. يعني كمان هو بنقول له نحن صيام متقطع، هلا ممكن كطفل هو ما كثير يستوعب هذا، فبعطيه شغلات خفيفه، يعني ممكن اعطيه عصير طبعا من الشيء اللي نحن حكينا دائما ما في محليات، المحليات حتكون طبيعيه، ما بدنا محليات اصطناعيه. ممكن اعطيه اذا عندي انا من حليب الجمل او الماعز، ممكن اعطيه على شكل حليب او على شكل لبن، كمان هو اذا لبن حيهدي له اعصابه، بنفس الوقت هي الخمائر الموجوده باللبن حتفيد الجهاز الهضمي باعتبار هو عنده مشكله اصلا بالجهاز الهضمي. نضيف له الكزبره، الكزبره كثير شيء مهم لطفل التوحد او غيره، بس طفل التوحد لانه هي مثل المغناطيس اللي حتطلع هذا من قلب الخليه حتى او الدماغ المعادن الثقيله وتطرحها خارج الجسم. فنحن بالحميه اول فتره ممكن اول 10 ايام او 15 يوم نلاحظ انه حتى زادت الرائحه الكريهه عند الطفل ان كان بعرقه او بالخروج. فلهيك نحن ما نخاف، وممكن اول فتره كمان يكون كثير عصبي لانه هو اختلف عنده الغذاء كله، راحت السكريات منه، ممكن يكون عصبي، بعدين نحن حنستوعب هذا الموضوع انه حيتراجع شوي شوي. ممكن نعمل حقنه شرجيه بعد فتره، يعني نحن نظفنا الجسم من السموم، اعطيناه الغذاء المناسب، بلشنا له بالفيتامينات، بلشنا اول مرحله هو ما حيستفيد من الفيتامينات، يعني هو عم ياخذ فيتامينات وما عم يستفيد، حمض المعده مظابط، عنده معادن ثقيله هي عم تطرح له اياهم برا. زبطنا حمض المعده وطلعنا السموم من الجسم، ضفنا له الاكل الصحي والكزبره، فوتنا الاوميجا 3، صرنا لازم ضروري نفوت الفيتامين دي والآ والإي، هدول كثير ضروريات بالنسبه له. الفيتامين اي معروف مشان المعده وحمض المعده، الفيتامين ا لانه هو ممكن يكون عنده نقص او احد اسباب التوحد كمان نقص فيتامين ا، والفيتامين دي كمان كثير ضروري. طيب هون بدي اسالك، بما انه عم نحكي عن الفيتامينات، هل المكملات او يعني الفيتامينات اللي عن طريق الحبوب مفيده لمرضى التوحد ولا لا بتفضلي دائما تكون مصادر طبيعية قدر المستطاع؟ هلأ نحاول قد ما فينا أنه يكون طبيعي، وقت هذا البديل ما بيكون طبيعي ممكن نحن نلجأ للمتممات، يعني مثل فيتامين دي بالشتاء كتير صعب أني أنا أعرض الطفل بفترة صباحية للشمس بشكل مباشر، حيكون في هواء لأنه بده يكون بدون تياب، يعني بدي أعرض مثلا إيديه أو رجلي مباشرة للشمس، حيكون الموضوع صعب، فنحن حندخل له الفيتامين دي عن طريق المتممات. تمام. الأوميجا 3 كمان شوي صعب أنه ناخده نحن كسمك دهني والأمور مكلفة وممكن يكون عبء على الأهالي، ممكن ندخل له إياها بمتمم. كيف بدي أعطيه معادن صحية أو فيتامينات أو بروتينات صحية؟ حكينا المرة الماضية على السبيرولينا أو الكلوريلا، هدول مثل منتجات طبيعية أورجانيك حيعطوني الغذاء يعني كفيتامينات ومعادن وبروتين بشكل جيد للطفل. هون بعد هي الفترة نحن ممكن ننظف أكثر جسم الطفل، نعمل له حقنة شرجية، بابونج، يعني نحن كانوا أجدادنا كثير يعملوها هي البابونج، نحن حننظف ونطهر البابونج، معروف على تطهير المكان الموجود، فممكن نعمل حقنة شرجية بالبابونج، ممكن نشربه يا حتى نحاول قد ما فينا انه ما يكون عنده امساك هذا الطفل مشان ما تضل هي السموم داخل الجسم. طيب استاذه بنرجع لدور الاهل وعنايتهم باغذيه اطفالهم، ايمت ممكن تظهر اعراض التحسن عند الطفل؟ مجرد ما بلشنا بالحميه تقريبا اول 3 شهور حيشوفوا انه شوي شوي حيبلش التحسن، بعد 3 شهور لست شهور
طول ما في التزام كثير كبير بكل شيء حكيناه حيبلش التحسن اكثر، حيلاحظوا انه الطفل بالاضافه للمراكز اللي عم تتابعه انه بلش يتجاوب معهم موضوع النطق، يعني كانوا مثلا كلمه بابا او ماما يطولوا فيها يمكن اشهر، حيلاقوا صار في استيعاب اكثر، المهمه اسهل صارت بالنسبه لهم. فنحن دائما بنتمنى من المراكز انه يكون في دائما عنايه تغذويه بالاضافه، يعني مشان ما تعبهم يكون كثير طويل الامد او كثير يعني بدي سنين لاحصل على شيء بسيط. فهيك نحن نحاول والاهل يكون عندهم قناعه انه هذا الطفل هو ماله مريض خلص مدى الحياه، هو حيوصل ليوم من الايام باذن الله حيتشافى. وفي كثير على فكره علماء كانوا بيقولوا انه كانوا بصغرهم عندهم توحد. يعني في علاج نهائي؟ علاج نهائي هيك بالمتابعة ممكن يخفف من الأعراض بشكل بسيط، يعني ممكن يخفف بشكل كبير ويمكن هذا الطفل يحسن يتعايش، يعني يتعايش. حتى نحن عندنا هون بسوريا من كم سنة صدر قرار إنه المدارس يكون فيها دمج لحد هذا الطفل يشوف غيره ويحسن يتعامل مع الأطفال الثانيات. أما طول ما أنا حاطة ابني يا أنا خايفة من المجتمع إنه هو مريض أو أنا خايفة إنه ما يعرف يتعامل، فهذا حيزيد حالته سوء. أكيد. يعني بختام حديثنا بدنا نتشكرك أستاذة رغدة، ومثل ما دائما بنقول الغذاء هو دواء بكثير من الأحيان. فشكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا كثير لك أستاذة ولكل النصائح اللي قدمتيها. أهلا وسهلا، نتمنى لنا الشفاء لكل الأطفال. شكرا.